طبعا احنا مثل ما عارفين ان منتخب الناشئين مقبل على بطوله جدا مهمه، وهي البطوله راح تقام في الامارات، وهذه فرصه ان نعكس مدى تطور الامارات في جميع المجالات، سواء كانت تجاريه، صناعيه، سياحيه الى اخره. وفي نفس الوقت كاس العالم شيء كبير يعني، واكبر بطوله ممكن اي لاعب يحلم انه يلعب فيها. فبالتالي احنا اليوم جيت اليوم التقيت مع اللعيبه على اساس ان نساندهم ونشجعهم، وفي نفس الوقت نعطيهم بعض الأشياء اللي تعلمناها نحن والخبرة اللي تعلمناها، سواء كنا كمدربين أو كلاعيبة، أساس أن يستفيدون فيها منها. وفي نفس الوقت طبعا هي كانت ورشة عمل على أساس أن أسلوب عمل أو أسرار نجاح أي فريق لازم تكون هناك أسباب وفي مقومات وفي خطة لنجاح أي فريق. فاليوم كانت الورشة أن نحن نحدد كيف شو يبغون من البطولة هذه، شو رؤيتهم، شو رسالتهم، شو القيم اللي المفروض اللي يلتزمون فيها، شو المطلوب منهم، ليش متواجدين هنا، شو الأهداف اللي يطمحون يحققونها، سواء كانت فردية أو على مستوى الفريق. وفي نفس الوقت بعض النصائح، أنا متأكد أنهم عندهم أسئلة كثيرة كانت مثل ما شفنا في نهاية هذا كانوا يسألون، وأنا جدا سعيد أن التقيت وياهم، وفرصة لي أنا نتعرف عليهم وتعلم منهم بعد في نفس الوقت. هذا كان مجمل الورشة يعني. لأن أبو خالد شيء حلو، يمكن أول مرة يمكن نسمع أن مدرب وطني، وهذه ميزة يمكن مدربين الإماراتيين أن الكل يكمل بعض، الكل يستعين بالثاني. أنت مدرب المنتخب الأول، لكن كابتن راشد قدم لك دعوة عشان تلقي مثلا هذا النوع من المحاضرة، أو خلينا ما بقول محاضرة، ورشة العمل اللي سميتها مع منتخب الناشئين. كيف يعني تقيم هذا الموضوع؟ يعني شيء جديد أن مدرب يتعاون مع مدرب آخر في نفس العمل. قبل ما نتكلم نحن مدرب ومدرب، لا احنا علينا مسؤولية أول شيء وطنية، بحكم ان منتخبنا راح يشارك، وهذيلا اخواننا وعيالنا الصغار، لابد ان احنا نوقف وياهم ونساندهم ونعطيهم بعض اللي تعلمناه من خلال تجاربنا السابقه في كيفيه انهم هم يحققون الاحلام او الطموحات اللي هم يطمحون لها، وفي نفس الوقت يشرفونا في البطوله هذه ويعكسون صوره عن مدى تطور الرياضه الشباب الإماراتي في جميع المحافل الدولية. وفرصة أن كأس العالم يعني كل الدول تتفرج على كأس العالم، وهذه فرصة أن نحن نبين للعالم. صحيح أن احنا يعني كدولة الإمارات صغيرة في كمساحة، لكن كبيرة في سمعتها وفي تقدمها وفي دائما الأشياء المتميزة اللي يقدمونها، ونشوف احنا كل يوم في شيء جديد، وما شاء الله يعني مترقين او متميزين في السياحه، في التجاره، في مجالات كثيره. وهذه فرصه ان احنا نبين للعالم مدى تطورنا حتى في كره القدم، لان هذا شيء مهم جدا يعني. شوف، كل انسان في حياته مهما كان ومهما وصل يتعلم. اليوم نحن مو بعيب ان نجيب كابتن بحجم يعني كابتن مهدي يلقي محاضره اللاعبين، لان في النهايه لو في نجاح لهذا المنتخب في كاس العالم هيحسب لمين؟ لراشد عامر كمدرب المنتخب. فاليوم انا ما عندي اي مشكله، استضفت كابتن مهدي، قبل كان في عندي عده محاضرات للدكتور موسى عباس، الاعلاميين ايضا القوا محاضره، فما عندي اي مشكله. اي شخص بيفيد المنتخب، بيفيد كره الامارات، نتقبله بكل روح رياضيه، نستقبل اي شخص، لان تعرف هذه الاولاد اليوم في سن مراهقه 17 سنه، محتاجين لتوعيه، محتاجين لمن يتابعهم في كل صغيره وكبيره. بطوله بحجم كاس العالم تحتاج الى متابعه دقيقه جدا للظهور بمظهر مشرف. محمد، بتلعبون ويا البرازيل. برازيل هم البرازيل، نحن الامارات، هم عندهم ريل، نحن عندنا ريل، ان شاء الله نفوز عليهم. بس ما نفكر في البرازيل، نفكر في الهندوراس اول شيء. اول مباراه مع الهندوراس صح؟ عقب البرازيل. انتم ما عندكم اي مشكله مع اي فريق؟ ما عندنا اي مشكله، ان شاء الله نحن نفكر اول مباراه نخلصها نفكر في البرازيل. شاهين، عادي عندكم كاس عالم وجمهور وشي، عادي عندكم؟ عادي والله، لاعب كره قدم هذا الشيء موجوده، و يعني كأس العالم بطولة كبيرة. هذا كان بس أنت مو مزايغ؟ حط شوي لا. اسمع هني 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 هني، صور هني قلبه، هذا قلب، هذا قلب، هذا قلب. أيوه. زايغ أنت يا أخي. لا شوي. شوي زايغ. أوكي.
بس عادي ها طبيعي يعني. بس عادي انت لاعب كرة قدم. لاني انا مثلا انا مو مزايق من المباراة عادي. يعني انا ما بلعب بس يعني مو مزايق. محمد حارس مرمى وشاهين سرور ولاعب وسط. صح؟ صح. الله يوفقكم. ان شاء الله. زين؟ ان شاء الله. وخلكم عادي. انا لعبت كاس عالم يمكن وايد. بس مو في الكورة. في التيل. تيل. تعرف التيلة؟ نعم. لعبت فيها يعني. زين والحمد لله يعني. فالامور طيبة. الامور طيبة. ها؟ الامور طيبة ان شاء الله. محمد حسن اشكرك وشاهين اشكركم وان شاء الله الناس بتشوفكم في الملعب وبتشجعكم وان شاء الله توفقون وتوفق وياكم ان شاء الله. نتمنى حضورهم ان شاء الله. قولوا لهم زين ليش تقول لي انا قول لهم هم. نتمنى حضوركم في كاس العالم ان شاء الله. ايوه ان شاء الله بتكون بشهر 10 تاريخ 17 10 صحيح. ها شاهين شو تقول حق الجمهور؟ تعالوا بس قم اضربهم بعد لا اضربهم بعد مره تعالوا تعالوا كذا. يعطيكم العافية.